عم بعمل اليوم باستو باستا مع كريسبي بارميزان تشيكن. ريسبي كتير هينة وأكيد كتير طيبة. انا بلشت قطعت اسطوره الدجاج بهالطريقه يكون شوي رفع لحتى يستووا بسرعه ومع بعضهم. هون عندي بيضتين خفقتهم مع شويه مي. هون عندي طحين حطيت لهم شويه ارض بروفانس، ملح وبهار وشوي من الجارليك باودر. فيكم انتم تحطوا البهارات اللي بتحبوها. رح اخلطهم. وهون عندي شويه كعك وعندي معهم بارميزان. فيكم تحطوا بدل الكعك فيكم تحطوا البانكو، بس انا اليوم عندي. فراح اخلط البريد كرامز مع البارميزان لحتى نبلش نشتغل بالدجاج. سو رح بلش. هون عندي صينيه دهنتها بالزيت، رح احطهم هالمره بالفرن، ما رح اقليهم، بتقدروا انتم تقلوهم. رح بلش باول شقفه. هون قلبت حطيت اول شيء الطحين لانه بدي اول شيء لتهم بالطحين. لما بتبلشوا بالطحين بصير يعلق كل شيء باقي اكثر. سو رح بلش فيه انا. رح ارجع احط بالبيض. رح ارجع احطهم بالبريد كرامبس والبارميزان وحطهم بالصينية. هولي قطع الدجاج خلصوا كلهم. هلا رح احطهم بفرن حامي على 180 درجة لتقريبا شي 20 دقيقة. رح دور من فوق كمان لحتى ياخدوا لون. هلا بهالوقت انا عم حمل مي لحتى اسلق السباجيتي ورح اعمل الصوص اللي هي كتير 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 هينه. هون عم بستعمل كريم فريش البوك، انا عم بستعمل نص لتر لانه عم بعمل كميه. رح احطهم على النار، ولعت النار تحتهم وزدت شويه ملح شويه بهار. زيد عليهم ملعقتين كبار من الباستو صوص يلي انا عملتها. انا حاطه الريسيبي بالهايلايتس، عملتها من السبينتش وشويه حبق واكيد فيها بارميزان، فيها صنوبر، فيها زيت زيتون. رح اخلطهم. هلا لونها صار على خضر بس مش مبين كتير على الكاميرا وريحه بتشهي. جادت ملعقه زياده باستو حسيت بدها بعد. هلا عم تبلش شوي شوي تغلي، بس تغلي رح اطفيها وانتو لحتى يخلصوا الباستا ونقدمها. هلا الباستا صارت جاهزة ومثل العادة انا دغري بشيل من المي على الصوص وكمان عطول عطول بحط شوي من صوص الباستا. ولا مرة بتغسلوا الباستا اذا عم تستعملوها لشي سخن لانه بتروحوا كل طعمتها. وهي ملعقة صغيرة من مية الباستا رح اخلطهم ونقدمهم. فكرة ريحة بتشهي وريحة الدجاج مع البارميزان خلص هلا بالفرن كتير بتشهي. يمي يمي يمي. رشلنا شوية بارميزان. هيدي قطعة الدجاج خلصت. اكيد لما بتقلوها بيطلع شكلها احلى شوي بس ريحتها كتير طيبة. هلا فيكم تتركوها شقفة واحدة فيكم تقطعوها مثل ما انا رح اعمل. هلا عم نقدمها. ياي بس لو بتشوفوا الريحة مش مصدقة اي ما تبلش اكل. وهيدي هي الكريسبي بارميزان تشيكن، شي بشهي مع الكريمي باستو، شي ولا اطيب. والف صحتين.